طبعا عندنا حليب العصر وحليب الصبح اثنين مع بعض، نقليهن مثل ما انت شفت، ركبهن على الحطب والنار، نخليه لبين ما الحليب يقلى زين، وبعدين نجيب طشت مخصص لوه نرد الحليب بيه، وعندنا سلة هاي مصنوعة من خشب نقطي، بعد ما نقطيه ثاني يوم نرجع نشقفه مثل القطع، نسويه مثل مربعات صغار، نحط البوز عليه، الحليب اللي يظل تحته بعد ما نشيل القمر منه يظل الحليب تحته نبيعه، أو ياخذونه للدودرمة أو نسوي لبنة أو نسوي خاثر. يعني والجيمر احنا يعني العنصر الرئيسي هو الجيمر، فاذا علف ما في، وشوف يعني هاي الدنيا لسه ربيع، وشوف شلون جو الغبره ولا من بدايتها، هاي عنصر رئيسي يعني الجواميس، لازم شوي نحافظ عليهن ونطلب نطلب نطلب شوي دعم من ماده العلف. والله بصراحه اعدائنا الرئيسيين يعني شوف سبحان الله، السنه الماضيه والقبلها الجفاف، جفاف هذا عنصر رئيسي يعني قلة الأمطار، يعني صرنا نهاجر نروح على الرقة، وجواميس يعني ثروة حيوانية نادرة يعني. نجي ننزل مثلا بالعشر ايام بالشهر، ننزل على المطعم نفطر من القمر والعسل، اكله مرتبه وطيبه وكويسه وظريفه وتعطي قوه وتعطي صحه.